أعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي شارع العرب. زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنناقش مجمل القضايا في المجتمع. كنا وعدنا حضراتكم إن احنا هنستكمل معاكم ملف الطلاق. ملف الطلاق ملف طبعا كبير، لما بيكون مثلا 300,000 حالة طلاق سنويا، يعني بواقع حالة طلاق كل 6 ثواني موجودة في مصر. ده بيدينا مؤشر خطير طبعا بيهدد كيان الأسرة المصرية. النهاردة هنتكلم معاكم على الحفاظ على الأسرة المصرية وكيان الأسرة المصرية من خلال ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة، الدكتورة فاطمة موسى الداعية الإسلامي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. طبعا احنا هنفتح مع حضراتكم مشاركتنا المشاركة، هننزل تليفونات اللي عايز يشارك معانا واللي عايز يسأل أي أسئلة. الدكتورة إن شاء الله هترد على جميع أسئلتكم. دكتورة فاطمة، في سورة الطلاق قال الله تعالى: وإن يتفرقوا وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. يغني الله كل من سعته. تمام. يعني إن وقعت الفرقة بين الزوج والزوجة، تمام، ربنا بيعوض الزوج والزوجة. أنا عايزك تكلميني بالتفصيل عن هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نتكلم على آية وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لازم نلقي الضوء على ان الاسره في ميزان الاسلام شيء مهم جدا. تمام. ربنا عز وجل في سوره الروم بيقول: ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. لما نيجي نبص على الايه دي في سوره الروم، ربنا عد ايه الزواج والموده والرحمه بين الزوجين ايه من ايات الله الكونيه. ولو نظرنا للصورة هنلاقي الآية اللي وراه: من آياته خلق السماوات والأرض. كأن آية الزواج والمودة والرحمة بين الزوجين أقوى من خلق السماوات والأرض. ليه؟ لأن ربنا عز وجل عايز يقول إن تماسك الأسرة فيه صلاح السماوات والأرض. وربنا عز والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. الآية بتقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. واقعة الطلاق ابتلاء شديد، والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: كسر المرأة طلاقها. تنبيها إن الطلاق فيه أذى نفسي شديد جدا على الزوجة وعلى الزوج برضه، فكأنه بيواسي الطرفين. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فإذا الإنسان ظروفه وحصل له ابتلاء الطلاق من غير تفريط ولا ظلم، عشان برضو نتك على الحتة دي، لو الإنسان وقع عليه وقعة الطلاق لكن لم يظلم، بيكون عوض ربنا كبير عليه جدا. سورة في سورة كاملة في القرآن الكريم اسمها الطلاق. سورة الطلاق دي لما ربنا عز وجل بيعدد الآيات الأحكام الخاصة بالطلاق دايما يعني آخر الآية ومن يتق اخر الايات هنلاحظ كده: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويجي في ايه تانية: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فطبعا ابتلاء الطلاق يعني ابتلاء شديد، وتعرضت له بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيده رقيه والسيده ام كلثوم، كانوا متزوجين من اولاد ابا لهب. ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين العداء اللي كان بيعاديه ابو لهب للاسلام، فانتقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم امر اولاده ان هم يطلقا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب حضرتك، طيب هنا يغني الله كل من سعته. طب ليه بيخش المشاكل بعد الطلاق؟ ليه المشاكل دي بتحصل بعد الطلاق؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال الآية صريحة اهو. المشاكل بعد الطلاق؟ اه. لأن احنا يعني تشريع الطلاق شرع كحل أخير. كحل
الأخير. والإنسان المسلم له خطوط لا يتعداها حتى في الخلاف. يعني سئل أحد الصالحين كان بينه وبين زوجته خلاف، يعني فسألوه عن الخلاف فقال لم أكن أعيب على زوجتي، أنا مش عيب على زوجتي. فلما طلقها فسألوه على سبب الخلاف فقال مالي وزوجة غيري. فإحنا يعني إحنا يعني لا نعرف أدب الخلاف. لو إحنا تعلمنا أدب الخلاف، لأن الخلاف يعني جائز في أي مكان وفي أي وقت، لكن إن إحنا نتعدى حدود الخلاف لا. فبيبقى الطلاق في يعني بيوصل إن الناس يعني بتعصي الله وتظلم وتكذب، فيعني بيوصلوا لدرجة من يعني الشقاق الشديد. وما هي الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق؟ لا احنا عشان نتكلم عن الأسباب، الأسباب كتيرة جدا، لكن هنقول السبب الأول اللي بيندرج عليه تحت كل الأسباب، وفي الآخر كل الأسباب دي بتتجمع في السبب الأخير اللي هو البعد عن الدين. ديننا أمر بكل يعني بكل البر وبكل الإحسان، مش للزوجة لا، ده لحتى يعني الإنسان العادي. تمام. فلو الناس يعني عرفت حقوقها وواجباتها مش هنلاقي حالات الطلاق الكتيرة دي، لأن المفروض حالة الطلاق حالة استثنائية، أما بالنسبة اللي احنا بنشوفها دي لم تصبح حالة استثنائية، ده بقت ظاهرة. طيب الطلاق يعتبر من الابتلاءات التي يعاني منها مثلا، أو مثلا دي يعتبر ابتلاء مثلا أي إنسان مثلا مطلق أو بتاع ده بيعتبر ابتلاء، هو مثلا يعني حاجة مش بإيده؟ أي شيء بيدخل على الإنسان حزن أو غم بنعتبره ابتلاء، لكن علشان إحنا نأصل الموضوع ويكون الموضوع سليم، ابتلاء لمن لم يظلم. يعني الحديث بيقول إيه؟ أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير سبب لا تدخل الجنة ولا تجد ريحه. وفي المقابل الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعن كل ذواق مطلاق. يعني اللي على قهوة سبب يطلق ويتلكك لزوجته ويطلقها ويرجع يتجوز تاني، لكن احنا دايما برضو بنتكلم في نقطة من لم يظلم، فطبعا ابتلاء. ابتلاء، والصبر على الابتلاء واجب. وأهم صبر على ابتلاء الطلاق، وده اللي لازم نركز عليه، ومن يتق الله، ربنا عز وجل في سورة الطلاق قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، لأن قمة التقوى أن تعدل مع عدوك. اللي حضرتك بقى سألت عنه الأول، لما بيقع الطلاق خلاص، الطلاق ما بيقعش غير بين اتنين حصل بينهم مشادات وحصل بينهم خلافات، ففي الوقت ده مطلوب من كل طرف أن يعدل. يعني إيه يعدل؟ يعني الزوجة يجب على الزوج أن يعطيها حقوقها المادية. إن أنت تعدل مع زوجة ممكن تكون ظلمتك أو ترى ذلك، وتعطيها حقوقها المادية من مهر من قايمة، دي قمة التقوى. إن الزوجة تترك زوجها يشوف أولاده ويقعد مع أولاده، يعني ولا تقول عن أبو أولادها إلا كل خير أمام أولادها، دي قمة التقوى. لا تظهر الأخلاق إلا وقت الخلاف، أكيد طبعا، حفاظا على الكيان الأسرة وحفاظا على الأولاد. طبعا، لأن في الطلاق المفروض بعد الطلاق يعني النظرة الأولى والأخيرة لمصلحة الأبناء، أكيد، لا لمصلحة الزوج ولا لمصلحة الزوج. تمام. طيب إيه هي واجبات الزوج تجاه زوجته من المنظور الديني؟ طب ما نبدأ بالزوجة، نبدأ بالزوجة الأول. طبعا إحنا كمسلمين الغاية الأولى والأخيرة لكل مسلم الجنة، أكيد. ودايما أنا بقول لكل زوجة الكلام ده، أنا بوجهه للزوجات، إن إحنا هنبدأ بالزوجات وننتهي بالأزواج. كل زوجة لازم تبقى عارفة أن جواز مرورك إلى الجنة هو زوجك، جواز مرورها للجنة هو زوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى صحابية وقال لها ألك زوج؟ قالت نعم. قال لها أين أنت من زوجك؟ قالت لا آلوه إلا أن أعجز، يعني ما لا أمنعه خيرا ولا أمنعه طاعة ولا أمنعه خدمة إلا إذا عجزت.
فقال لها انظري أين أنت من زوجك، فإنما هو جنتك ونارك. لازم نركز في الحتة دي كويس قوي. زوجك هو جنتك ونارك. الزوج هو جواز مرور المرأة للجنة في كل أبواب الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي باب شئت. تخيل أن بطاعة الزوج هي تدخل الجنة من أي باب، من باب الشهداء، من باب الصديقين، من باب الأنبياء، من أي باب. ولازم كل زوجة تبقى عارفة إذا أردت صلاح أولادك، أنا بكلم الزوجات لأن فعلا إحنا محتاجين توعية كاملة. إذا أردت صلاح أولادك فكوني زوجة صالحة. إذا أردت طاعة أولادك فكوني زوجة مطيعة. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما خد السيدة هاجر وابنها الرضيع وخدهم في واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء، ووقفت وقالت له يا الله أمرك بهذا؟ فردت عليه وقالت له إيه؟ قال لها نعم. قالت إذن فلن يضيعنا الله. والسيدة هاجر مفيش حاجة عشوائية أبدا، مفيش عيل يعني عاق من فراغ. السيدة هاجر هي أم سيدنا إسماعيل. سيدنا إسماعيل لما سيدنا إبراهيم راح له وطلب منه طلب يعني بنفس صعوبة طلب السيدة هاجر، قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. رد عليه وقال له إيه؟ قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. طيب ناخد اتصال هاتفي. أستاذ خالد الشناوي من القاهرة. أستاذ خالد. طيب ناخد منال من الدهلية. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كان عندي بس استفسار كده وسؤال للدكتور. اتفضلي. هو انا دلوقتي مع جوزي ما بيخلفش، وانا بقالي دلوقتي 11 سنه متجوز، وفي بينه وبينه مشاكل يعني ما فيش اتفاق يعني قد كده. فانا مستحرمه ان انا مثلا ان انا ارفع طلاق واتطلق وكده يعني. مع ان انا يعني مرتبطه بيه جامد. يعني انت حضرتك بتقولي لو صبرتي على هذا الابتلاء يجازيك الله خيرا يعني. عايزه اسال الدكتوره ولا عايزه ولا حضرتك عايزه؟ لا انا صابره الحمد لله، والواحد يا رب عوضنا خير وكده، بس في مشاكل بيني وبينه. طيب يا فندم. يعني السؤال يعني حضرتك هو في مشاكل ودايما يعني بتجاهلني، منتبه لاهله شويه كده يعني. طب متشكرين يا فندم، خليكي معايا حضرتك وهتسمعي راي الدكتوره. خالد الشناوي من القاهره. استاذ خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انا بوجه خالص التحيه لشخصكم العظيم على هذا اللقاء الجميل. ربنا يخليك يا استاذ. وللداعيه العظيمه الاستاذه فاطمه موسى، وهو فعلا لقاء حيوي، وما اجمل فعلا يعني ان يهتم الاعلام بمعالجه مثل هذه القضايا التي تخص المجتمع ككتلة وكوحدة متماسكة، لأننا لن نستطيع أن نواجه العدو وأن نواجه المشاكل التي تواجهنا جميعا سياسيا واقتصاديا وأوميا وأمنيا وقوميا إلا من خلال خلق مجتمع متماسك. البنيان زوج يعي المسؤولية، زوجة تتحمل على خط من الوفاق. يعني دوام التوفيق، وانا يعني شاكر والله يعني على هذا اللقاء المفيد جدا يعني. شكرا لمشاركتك معنا استاذ خالد. دكتوره كنا بنستكمل مع حضرتك دور الزوجه من المنظور الديني في الاسلام. اتفضلي. نكمل ولا نجاوب على السؤال؟ احنا عايزين نجمع الاسئله لو تمام. حضرتك عايزه قبل ما اتكلم يعني اتوجه بخالص شكري للكاتب الشهير خالد الشناوي واشكره على المداخله. طبعا احنا كنا وصلنا لان الزوجه اذا ارادت اولادها صالحين فيجب ان تكون صالحه. اكيد. والقينا الضوء على السيده هاجر وسيدنا ابراهيم، ونلقي الضوء على يعني على الصوره المناقضه. ربنا عز وجل في سورة التحريم بيقول ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. زوجة نوح لم تصدق زوجها. ونجد في القرآن في يعني في سورة هود قال لما جه الطوفان وسيدنا نوح ركب السفينة، فابن الزوجة التي لم تصدق زوجها
سيدنا نوح بيقول له ابنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل جبل يعصمني من الماء. فطبعا سنجد هنا ان الزوجه الغير المطيعه انجبت الولد الغير المطيع. فاذا اردت صلاح اولادك وطاعه اولادك فاطيعي زوجك. يعني لن يبارك الله لامراه اغضبت زوجه، تغضب زوجه، لا في مال ولا في عمل ولا في اي شيء. اكيد. فلازم الزوجه يعني تضع نصب عينيها طاعه زوجها في كل شيء، ان يكون له الاولويه في كل شيء. يبقى دي الزوجه. نروح للزوج. الزوج. الزوج لازم يبقى عارف كويس قوي اذا اردت هاجر فيجب ان تكون ابراهيم، واذا اردت فاطمه فيجب ان تكون علي، سيدنا ستنا فاطمه رضي الله عنها وارضاها. كل زوج بيريد يعني زوجة صالحة مثالية كما يرى، ولكن لازم يبقى عارف لن يكون لك امرأة صالحة مثالية إلا إذا أعنتها على ذلك، إلا إذا أعنتها على ذلك. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار وجاءه سيدنا جبريل وقال له اقرأ، يعني رأى منظر يعني مريع، وذهب للسيدة خديجة وحكى لها الأمر، يعني القصة أشبه بالخيال. فكان رد السيدة خديجة على سيدنا محمد قالت له إيه؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وبدأت تعدد الأسباب، إنك لتصل الرحم، وإنك لتقري الضيف وتعين على نوائب الزمن. فلازم الزوج علشان فعلا يعني ينعم بزوجة مثالية يجب أن يعينها على ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول خيركم خيركم لأهله. عايز تكون من خيار الناس ابدأ بأهلك. يعني في يعني رجال كتير علاقتهم بكل الناس حسنة وعلاقته مع أهل بيته سيئة، يبقى ما أقدرش أقول عليك خير. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الله الله في النساء، في النساء، وده بيقول في إيه؟ في خطبة الوداع، في وصيته الأخيرة. فالله الله في النساء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا. نيجي نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان محبا لزوجته ومحبا لأهل زوجته، وكان يكرم كل من يصل لزوجته بصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يعني يجي يعطي العطايا يعطي لصويحبات خديجة، كان لا يذكرها إلا بكل حسن في حياتها وبعد موته صلى الله عليه وسلم. فاصل سريع حضرات المشاهدين، ونعود إليكم لاستكمال حديثنا مع الداعية الإسلامية الدكتورة فاطمة موسى، فابقوا معنا. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين لاستكمال حديثنا مع الداعية الإسلامي الدكتورة فاطمة موسى. دكتورة فاطمة، إحنا كنا بنتكلم عن واجبات الزوجة، دلوقتي واجبات الزوج، كنت حضرتك بتتكلمي قبل ما نطلع هوا، ممكن تفضلي حضرتك؟ إحنا قلنا أن الزوج لازم يعين زوجته على طاعته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدر يعني زوجته تقديرا ما بعد تقدير. الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما دخل مكة بعد الفتح المشركون عند هجرة المسلمين من مكة المدينة، عشان في ناس كثير ما بتعرفش الحتة دي، باعوا بيوت المسلمين ومنهم من نهبها. فلما دخل فتح مكة لم يجد منزلا ينزل فيه، فقال لهم ابنوا لي خيمة عند قبر خديجة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها يعني بالحسن في كل وقت، كان دايما يقول يعني صدقتني حين كذبني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وساعدتني بمالها حين منعني الناس، ورزقني الله منها الولد ومنعني من غيرها. فواجب الزوج تجاه زوجته أن يكون معينا لها على طاعته. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني من ضمن المشاكل الكبيرة جدا اللي بين الأزواج الضغط
يعني البدني اللي بيكون على الزوجة وبيتحول الضغط ده لضغط نفسي. وحلها في حديث بسيط للرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كانت السيدة عائشة بتصف الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله فكان يخصف ثوبه ويخصف نعله ويخيط ثوبه حتى إذا حضرت الصلاة خرج للصلاة. فيعني خيركم خيركم لأهله. فالزوج فعلا لازم يكون معين للزوجة على طاعتها وعلى صلاحها. أكيد يا فندم. طيب حضرتك منال مدالية كانت سألت سؤال بتقول إن هي ما بتخلفش وإن زوجها عامل معاها مشاكل وبيتجاهلها. تقول لها إيه حضرتك؟ أستاذة منال من الدقهلية هي يعني بتقول مشكلة يعني عدم الإنجاب من الابتلاءات الشديدة. ربنا عز وجل بيقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات. نقص الأنفس ممكن يكون موت، ممكن عدم إنجاب ولد. وفي آية تانية بيقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة. فيعني عدم الإنجاب هو ابتلاء شديد، يعني من أشد الابتلاءات اللي ممكن يتعرض لها إنسان، والصبر عليه يعني جزاؤه الجنة. في شيء في ديننا حاجة اسمها العدل وحاجة اسمها الفضل. العدل إن احنا نقول لها ما نقدرش إن احنا يعني نجبرك أو نأمرك إن انت تستمري بغير أولاد، لكن في حاجة اسمها الفضل. الفضل هو إن انت تحتسبي أجرك عند الله وتعتبري إن ربنا اختارك بالابتلاء ده، سواء يعني سواء العيب، دايما بقول سواء العيب من الزوجة أو من الزوج، لكن هو ربنا اختار الاتنين يعني للابتلاء مع اختلاف السبب. يعني ممكن تكون زوجة بتنجب وربنا يرزقها بزوج لا ينجب. لازم تبقى عارفة ان ده قدر، قدرك. ما يعني لا تلقي بأصابع الاتهام لزوجك، لان اختيار ربنا ليكي هو اختار لك الزوج ده، فهو قدر ده وقدر ده. فانت مخيرة بين شيئين، اما بالعدل لو انت ما تقدريش تعيشي من غير اولاد ويعني وتحاولي مرة أخرى بالمعروف، يا إما بالفضل والصبر على الابتلاءات. وربنا عز وجل بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني هي لو صبرت على الزوج ده لآخر دقيقة سيعني ربنا سيدخلها الجنة بغير حساب إن شاء الله. طيب معانا محمود من البحيرة. طيب عشان برضو ألو محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معاك يا فندم محمود. الو اكلم الدكتوره فاطمه لو سمحت. طب علي صوت حضرتك شويه بس يا استاذ محمود. اكلم الدكتوره فاطمه لو سمحت. اتفضل اتفضل. بقول لك يا دكتوره انا كنت متزوج زوجه ثانيه يعني. واخد حضرتك، فحصل مشاكل بيننا وبتاع ومش عارف ايه، والمهم راحت عملت طلاق للضرر، وبقى لي فتره يعني ما شفتش ابني. انا من ابني بقى لي فتره يعني ما شفتوش ومش عارف اكلمه ولا عارف اوصل له، وكل ما اروح لها في مكان تاني اروح مكان تاني بالولد، وعملت معاه كل خير يعني. الواحد مش عارف يعني لو رحت خدت الولد ده منها وعملت حاجات وحشه، وانا مش عايز يعني تحس انها امه عشان خاطر ابني او برضه ابنها. انا نفسي بس حتى يعني خدت كل حاجه وخدت كل حاجه. استاذ محمود خليك معانا واسمع راي الدكتوره. انا فعلا السؤال ده حضرتك يا دكتوره السؤال ده مهم جدا. ما حكم الدين في الزوجه التي تحجب الاولاد عن زوجها او مطلقه؟ احنا قلنا في بدايه الحلقه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقلنا ما هي التقوى، يعني معنى التقوى في هذه الايه ان الانسان برغم يعني لو وقع عليه ظلم او حصل بينه وبين الطرف الاخر خلاف، ودي رساله للام انتبهي انتبهي. ليه؟ لان التقوى انك تطبقي الحق حتى عند الخلاف، حتى عند الخلاف. تاني شيء بالنسبة لزواج الزوج على زوجته، هي يعني هي اختارت قرارها وقررت ان هي ما تكملش، خلاص حريتك الشخصية. لكن دايما بنقول في النهاية في الطلاق النظر لمصلحة الأولاد. أكيد. انا بقول لها رسالة لو هي سمعاني النهاردة، انتبهي الأب له تأثير على الولد لو فعلتي له كل خيرات الدنيا، لن تسد هذا التأثير. دايما ابنك هيبقى عنده شيء في نفسه. لو الأب ملوش لازمة في تربية الولد ما كانش يعني لم يكن يخلق الله له أب.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لو عملناها معادلة على الحديث فاعتبري أن ربع شخصية ابنك ستشكل من إيه؟ من شخصية أبوه. من شخصية أبوه. لأن الرجل في التربية غير المرأة. ستندمي. هتيجي في لحظة هتجد أن في مشكلة في ابنك لن يحلها إلا زوجك. وده من واقع الحياة اللي أنا بشوفها. هتيجي في لحظة هتحتاجي زوجك أنه هو يقف جنبك في مشاكل ما يقدرش يحلها غير راجل. وساعتها هتندمي. حذاري أنك تحطي الولد عقاب لابنه. لأن أي غلطة في تربية الولد ما بيجنيش ثمرتها غير الأب والأم. فهتجني الثمر وهتندمي أشد الندم إنك فرقتي بين الأب وبين ابنه. نختلف بالمعروف لكن ننتقم بالأولاد، يبقى احنا كده بنضر أولادنا وفي النهاية العائد هيبقى علينا احنا. ما هي ممكن الزوجة تقول لحضرتك أنا طيب ماشي، ما هو الدين أمره أنه هو يصرف على أولاده وهو من بعد الطلاق ما صرفش على أولاده، فإزاي مثلا أنا أقول له اتفضل شوف الأولاد وهو ما بيصرفش عليهم؟ ما هو في زوجات كتير بتقول كده. كلام حضرتك بيقول نقول تقول له اتفضل خد الأولاد. في نقطة لازم نبقى واخدين بالنا منها. تمام. مفيش نتيجة من غير سبب. وكل يعني كل الخطوات بتؤدي لبعضها. تمام. في غالب الاحيان الاب اللي لا يصرف على اولاده ما بيطلبش رؤيته. لازم ننتبه للنقطه دي. لا عايز يصرف ولا عايز يشوف. هنتكلم على يعني في اغلب الاحيان الاب بيصرف ويطلب رؤيه اولاده. لازم يبقى في الحته دي لازم ننتبه ليها. لو الاب مش عارف إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يبقى فيه هنا نظر. يعني إيه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول؟ كأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للأب، بيقول له يا سيد الفاضل لو عملت كل الطاعات ولم تأتي بمعصية واحدة تضيعك لأولادك كفيلا لك يدخلك النار. فانه ما يكونش مدرك الحته دي يبقى فيه هنا نظر في الامر. لكن مقوله للزوجه برضو علشان ما تاخدش كلامي، لا تمنعي اولادك من رؤيه ابوهم حتى لو لم ينفق عليهم. ليه؟ لان احنا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لو احنا مؤمنين بجد وبنخاف ربنا بجد، اللهم اني اسالك كلمة الحق عند الرضا والغضب. هو المؤمن كده. المؤمن لا يظلم حتى وهو غضبان. المؤمن لا يظلم حتى وهو مظلوم. المؤمن يفعل ما يطيع الله عز وجل. حتى يعني الحديث بيقول لك ايه؟ لا تخن من خانك. اكيد. فهو لم ينفق، لكن برضه لو انت بتخافي الله عز وجل لك ذنبك وله ذنب. اكيد. عدم التكافؤ يؤدي الى الطلاق. عدم التكافؤ. يعني ايه التكافؤ؟ التكافؤ الفكري، التكافؤ المادي. انا فاهمه. انا اقصد اقول لك ما احنا لازم الاول نأصل يعني ايه كلمه تكافؤ. لما يجي يعني نشوف الفقهاء اتكلموا عن التكافؤ في ايه. في ناس قالت المال والحرفه وطبعا الاسلام والدين، وفي ناس قالت التكافؤ هو الدين فقط. يعني لما جيت ابحث عن اراء العلماء عن التكافؤ لم يذكروا السن مثلا في التكافؤ. لكن احنا في عصرنا الحالي يعني لازم نبقى عارفين ان كل زواجه في العصر اللي احنا فيه دلوقتي اللي اختلط الحبل بالنبل، فكل زواجه حاله خاصه. أكيد. بمفردها. اكيد. فممكن تلاقي الزوج والزوجه ما فيش بينهم تكافؤ وسعد، وممكن تكون تلاقي الزوج والزوجه يعني متكافئين في الشهاده وفي السن وفي كل شيء ومش سعداء ويتطلقوا. ليه؟ لان يعني اني ارى، وده رايي يخطئ او يصيب، تكافؤ في الشخصيه في الدين هو اساس كل شيء. لما تكون الناس شخصياتها سويه ويخافون الله بيعدوا كل العقبات. الناس لا تخاف الله وما تعرفش حقوق وواجبات،
ابسط الامور يعني. في قصه عن السيده اسماء بنت عميس، القصه دي بتوريك ان يعني التكافؤ فعلا هو في الشخصيه. السيده اسماء بنت عميس تزوجت في بدايه عمرها سيدنا جعفر ابن ابي طالب، وكان شابا يعني كان من سنها، ولما استشهد تزوجت من سيدنا ابو بكر الصديق، انجبت من سيدنا جعفر ولد اسمه محمد، وانجبت من سيدنا ابو بكر ولد اسمه محمد. ولما مات سيدنا ابو بكر تزوجت من اخو ابوها علي بن ابي طالب، اخو زوجها الاول. ففي يوم من الايام سيدنا علي قاعد، عشان بس الناس تبقى عارفه الصوره جايه ازاي، فلقى محمد ابن جعفر ومحمد ابن ابي بكر، ده بيقول له ابي خير من ابيك، وده بيقول له ابي خير من ابيك. طب احنا هنستكمل الحديث الشائك ده مع حضرتك، ناخد ام احمد من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا حاجه ام احمد. لو سمحت بس انا كنت بستفسر بس، ان كنت عايزه اخد راي الدكتوره ان مرات اخويا غضبانه بقالها 4 شهور، وان هي سابت بيتها وسابت حياتها كلها بسبب ان هي عايزه تشتغل، ومامتها مشجعاها ان هي تشتغل، وجوزها موفر لها كل الوسائل الراحه، وان هي بيتها كويس وعيشتها كويسه، وحرماه بقالها 4 شهور حتى ان هو يشوف الولاد. طب استاذنك معلش، مرات اخوكي مؤهله ايه، او بتشتغل ايه، او في شغل متوفر ليها، ولا ايه الفكره جايه منين؟ هي عايزه تشتغل يعني. لا هي مزاجها، هي شهادتها ايه معلش عشان دي هتفرق في الاجابه. دبلوم صنايع. دبلوم؟ دبلوم صنايع. وجوزها موظف. وهي شغلها دوت، الشغل اللي مامتها جابته لها دوت في شركه كده يعني، شغل خاص، مؤقت، عقد مؤقت. وبتتقاضى منه مبلغ ضئيل جدا يعني، مش مبلغ مثلا قيم مثلا ان هي تبقى متمسكه بالشغل. ويعني جه كلمها قبل كده ان هي تسيب الشغل، راحت مامتها قالت له ده انت مالكش حكم عليها طالما هي في شغلها، فهو حلف ان هي تسيب شغلها. يعني هي اشتغلت فعلا؟ اشتغلت وسابته فتره. وهي متزوجه ولا كانت بتشتغل قبل ما تتجوزه؟ لا ما كانتش بتتجوز، بتشتغل قبل ما تتجوز. تمام. بعد كده رجعت لما اتجوزت، رجعت نزلت مع مامتها دوت الشغل، بعد كده رجعت سابته لما هو قال لها لا مش هتشتغلي تاني. عشان الشغل بيضيع وقت البيت. تمام. طب خليكي معانا يا احمد واسمعي اجابه الدكتوره. لو سمحت بس يا دكتور، بس هي نزلت الشغل كمان من ورا جوزها، يعني هو عرف ان هي اشتغلت من غير ما تستاذنها. تمام. خليكي معانا وتابعينا. ده برضك يا جورنا الى انت كنت في سؤال برضك، هل المراه العامله وتاثيرها على بيتها بيؤدي الى الطلاق؟ ده برضك استكمالا للي قالته ام احمد. طبعا الفتوى على عهده اللي سال. تمام. يعني اولا في الخلافات الزوجيه بفضل عدم تدخل الاهل. يعني احنا نبقى متفرجين ونقول الكلمه الحلوه وبس. بالنسبه بقى للاخت اللي هي عايزه تشتغل يعني غصب عن جوزها زي ما اختنا قالت. بالنسبه للعمل، انا سالت، انا هقول حكم عام لكل الاحكام. انا سالت ليه مؤهلها ايه؟ لان في قاعده فقهيه بتقول يعني المعروف عرفا كالمشروط لفظا. المعروف عرفا كالمشروط لفظا يعني ايه؟ يعني واحد النهارده راح يتقدم لواحده في كليه طب او كليه صيدله، تمام، وبعد ما تجوزها قال لا ما تشتغليش، نقول له لا مش من حقك. ليه؟ لان معروف ان كليه طب او كليه صيدله او كليه هندسه معروف ان هي في النهايه تعمل ايه. يقول لك لا ما حدش اشترط عليا، اقول لك لا المعروف عرفا كالمشروط لفظ، مفيش دكتوره بتقعد في البيت مثلا. اكيد. فاختنا النهارده اللي الاخت اتكلمت عنها، اولا دي مشاكل تمر، يعني المشاكل دي تمر لا تصل الى الطلاق، وخصوصا لما يكون في اولاد. ولازم الصبر من الطرفين، مش حاجه اسمها طلاق وفي اولاد خالص. مهما حدث بين الطرفين. تمام. يبقى نيه الاصلاح هي اللي تبقى النيه الموجوده، ونيه يعني الاستكماليه النيه الموجوده. أي. بالنسبه لاختنا اللي عايزه تشتغل يعني غصب عن جوزها، انا طبعا ما اعرفش ايه اسبابها. هل مثلا اسبابها ان ضيق الحال، او ما اعرفش، ما اقدرش اظلمها. لكن دايما بقول لكل واحده
حياتك الزوجية هي رقم واحد في حياتك، أحسن من الشغل وأحسن من الوظيفة وأحسن من المرتب اللي تاخديه آخر الشهر. الحياة الزوجية دي تمسكي فيها بإيدك وسنانك طول حياتك. أنت خلاص اشتغلتي وتمام ونفذت اللي في دماغك واتطلقتي وقعدتي بأولادك التلات، هل هتقدري تصرفي عليهم؟ لا, لا طبعا مش هتقدر. الحفاظ على الأسرة، الحفاظ على الأسرة رقم واحد، وطاعة الزوج رقم واحد، وخصوصا إنها لم تشترط في العقد إنها تعمل. فمش من حقك إن أنت بعد الزواج تشتغلي إلا بأمر زوجك وبرضاه. طيب، وخصوصا لما يكون شغل خاص. أكيد. ناخد محمود من المنوفية. إزيك يا أستاذ؟ الله يخليك. أهلا يا باشا. اتفضل يا أستاذ محمود. من سمادون مركز أشمون. أهلا بيك. دلوقتي بيتكلموا على الزوجة اللي بتشتغل ومش بتشتغل. أولا هي الزوجة نص المجتمع. مش أنا رجل عادي، أنا مراتي بتشتغل. تمام. يعني الزوجة النهاردة ما عادش في فرق بين اللي بتشتغل أو ما بتشتغلش، الزوجة النهاردة هي أساس المجتمع. أكيد. بس يكون باتفاق، يكون باتفاق مع زوجها. مع اتفاق مع زوجها ما اختلفناش يا باشا، ماشي. يعني النهاردة أنا ما أعلمش بنتي أو أختي واجي اجوزها ويقول لي ما تشتغلش. وعدم تاثيرها في بيتها. وعدم تاثيرها في بيتها. اكيد. هي طالما شايفه بيتها. بالظبط كده. ومراعيه حقوق زوجها، ماليش حاجه اكتر من كده. ولا احنا عايزين نرجع عصر في السيد تاني. طيب استاذ محمود تابعنا وان يعني شاء الله هنرد على رايك، ورايك طبعا يحترم ان شاء الله. رايه طبعا يحترم وانا معاه، وحضرتك بتكلم من وجهه نظر يعني ان البنت اللي عايزه تشتغل بنته، واحنا لازم يعني اكيد بنتابع وجهه. في حاجه اسمها اللي هي اخف الضررين، ودرء المفسده خير من جلب المصلحه. اكيد. الحاله اللي اختنا اتكلمت عنها دي حاله يا اما الشغل يا اما الطلاق. يعني العمل مكفول لكل الناس، والعمل مكفول لكل امراه. وفي الحاله الاقتصاديه الموجوده دلوقتي فالبيت محتاج كل السواعد، ما نضحكش على نفسنا. البيت محتاج الزوجه تشتغل والزوج يشتغل، الحاله الاقتصاديه اللي احنا فيها. اكيد. واللي في ايده مهاره وفي ايده مهنه يقدر يعملها عشان المركب تمشي. لكن الحاله اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي احنا عندنا ضررين. يا اما تترك الشغل يا اما تطلق. يبقى اخف الضررين ايه؟ ان هي تترك الشغل. في مفسده وفي مصلحه. المصلحه النهارده انها تشتغل، لكن المفسده ان هي تتطلق واولادها يتشردوا. طيب. وفي قاعده لازم نبقى عارفينها برضو. في الزواج لا تظهر الحقوق عند الا عند الخلاف. الزوج والزوجه ما فيش بينهم حق الا لما يكون في خلاف. طب احنا عايزين اجابه سريعه معلش يا دكتوره، عشان ايه في مكالمات هاتفيه كتير. علياء من الاسماعيليه. علياء من الاسماعيليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي يا استاذ. بقول لحضرتك انا كنت عاوزه اسال، يعني انا دلوقتي واحده بتعمل فيها حاجات كتير وتتكلم فيها وتتكلم في كل شرفي وعرضي وبتتكلم كتير يعني، فانا عاوزه اخاصمها تمام، فانا خايفه من ربنا عشان الاعمال ما تترفعش. فكنت عاوزه اعرف ان انا عاوزه اتجنبها لان انا خلاص زهقت مش قادره استحملها. معلش الواحده ديت يعني قريبه ولا جاره ولا صديقه؟ يعني هي متدرجه قريبه متدرجه ليه؟ مرات اخويا. فانا فاصله، فانا يعني مثلا شفتها قبل كده سلمت عليها بالعافيه بس عشان خاطر ربنا، فانا عاوز اعرف لو خصمتها ده حرام ولا حلال؟ فانا ما اختلطتش بين كل واحد عايش بعيد عن التاني. خليكي معانا يا استاذه عليا وتسمعي الاجابه. هناخد نوره من القاهره. الاتصال قطع. طيب تمام. اتفضلي يا دكتوره الاستاذه علياء. طبعا في ايه في سوره الفرقان لازم كلنا نجعلها دستور حياه. يعني في الوقت اللي يعني الاخلاق بدات يعني تقل، واللي هي بتحكيه استاذتنا دي بدات تبقى ظاهره عامه بالناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. يعني لما يكون ليكي جاره بتؤذيكي او مثلا صديقه بتؤذيكي، اعرف ان دي فتنه، اعرف ان دي ابتلاء زيها زي اي ابتلاء. فالصبر واجب. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
ويعني اولا نصبر، دي اول حاجه. تاني حاجه لا نقابل السيئه بالسيئه، اكيد. تالت حاجه، رابع حاجه ان احنا لازم يعني نضع كل شيء في موضعه. يعني ايه نضع كل شيء في موضعه؟ في حاجه اسمها علاقات قريبه وفي علاقات بعيده. انا ليه سالتها هي تقرب لك ايه؟ لان مثلا علاقه زي علاقه الاب والام لا يجوز ان نخاصمهم باي حال من الاحوال. يعني الايه بتقول ان جاهداك على ان تشرك به ما ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. علاقه زوجه الاخ او علاقه اخت الزوج المفروض العلاقات تتحط في نصابها الصحيح. يعني ايه في نصابها الصحيح؟ يعني الناس ما تخلطش على بعض. احنا مشكلتنا ان احنا بنخلط الامور. طيب انا عشان وقتي ضيق هناخد محمد من الغربيه. محمد سريعا يا محمد. فعل الكلام. محمد من الغربيه. سامعني يا استاذ محمد؟ ايوه سامعك يا باشا. اتفضل حضرتك سريعا بس. بقول لك عندنا مشكله وعاوز اعرضها عليا. سؤالك تاني يا استاذ محمد بعد اذنك. ها؟ سؤال تاني. اللي عندنا واحده مراقبني ومبهدلانا وتعبانة ومسبه جيراننا وعاملين لنا مشاكل. المشكله يعني حلها ازاي؟ حاضر يا استاذ محمد تابع معانا. مرات ابنك عندك مخلفه من ابنك الاول؟ طيب محمود من ماشي. القاهره ماشي. الو. ايوه محمود اتفضل. الو. ايوه الو معاك. ايوه فندم. ايوه فندم اتفضل. حضرتك انا عندي سؤال بس عايز اقوله لحضرتك. الو. اتفضل اتفضل يا استاذ محمد اتفضل. حضرتك انا عندي مشكله يا فضيله الشيخ. انا حالتي الماديه متاثره وكل حاجه، ومراتي رفعت حضرتك الطلاق اللي هو الطلاق اللي هو في المحكمه دوت. خلع يا استاذ محمد. على اساس ان هي تصرف معاش ابوها. رفع عليك قضية خلع يعني؟ وفي ناس كتير راحت لها وهي المحامي مقويها انها تروح تصرف المعاش بتاع ابوها. فانا حالتي المادية متوفرة يعني تمام الحمد لله. طيب خليك معانا يا استاذ محمد. الحاجة دوابة من اسوان. دوابة من اسوان، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن حضرتك اقول يعني رأيي في شغل الزوجة؟ اتفضلي. اتفضلي. هو حق يعني شغلها لو بتوقف سعادتها في بيتها على شغلها. حضرتك تربيتها لاولادها وبيتها ومراعاه بيتها اهم من شغلها، لان ربنا مش هيسالها اشتغلتي ولا لا، لكن لو رضت على زوجها هتخش الجنه، ده غير انها هتكون سبب في سعاده اولادها وزوجها، ودي اهم رساله. اما ان هي طالما مش هو محتاج على شغلها يعني اولى ان هي. وبعدين حضرتك يا ما عيالها يطلعوا كويسين متعلمين مثقفين متدينين هيكونوا اكثر رعايه لو هي متفرغه لهم، طالما هي مش محتاجه للشغل او هو مش محتاج لشغلها. اكيد اكيد. فالموضوع ده حضرتك يعني يا ريت حضراتكم يعني التوعيه فيه لامهات البيوت، لان فعلا الاولاد حضرتك شايف يعني التسيب اللي في الجيل بسبب اهمال الامهات. يعني كل ام عملت اللي عليها وراعت اولادها هيطلعوا جيل زي الفل، لان الام مدرسه اذا عادتها عادت شعبا طيب الاعراق. اكيد البيت اساسه هو الام. اكيد يا حاجه دوابه متشكرين لمشاركتك معانا. سلمتي سلم لسانك. سريعا محمد من الغربيه كان بيتكلم. مرات ابنه عامله مشاكل و برضه نقول العوده على الحاكي يعني. ما هو اصل الشكوى من طرف واحد بيبقى اولا لازم نبقى عارفين ان الزوج والزوجه في اول حياتهم بيبقى ليهم اخطاء. مفيش زوجه ابن هتبقى ممتازه 100% ومفيش زوج ابن هيبقى ممتاز 100%، فلازم الصبر. الصبر واجب، لان احنا بنجد ان في يعني زيجات بتفشل يعني في الايام الاولى منها بسبب اخطاء زي دي. واحنا عارفين ان في زوجات كتير في بدايه حياتهم بيبقى شيء، ولما بيتعودوا على العيله وبيتعودوا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه يا سيدنا، اقعد معاها قعده اب لبنته مش حما لمرات ابنه، هتفرق كتير. اقعد وبالراحه وبالهواده
هتبقى كويسه وطبعها هيبقى زي طبع بيتكم وهتتغير وهتبقى زي الفل. طبعا الحفاظ على كيان الاسره المصريه ده الاساس. طبعا موضوع كبير محتاج حلقات وحلقات. ما طبعا لا يسعنا الا ان احنا نشكر الداعيه الاسلاميه الدكتوره فاطمه موسى على تشريفك لينا النهارده. ربنا يحفظك ويبارك على وعد باستكمال ان شاء الله حلقات اخرى، لان الموضوع كبير وزي ما انت شايفه وانا في عندي اسئله كتير طبعا ما لحقتش ان انا اقولها. اعزائي مشاهدي برنامج شارع العرب، دمتم على خير والى لقاء في برنامجكم الاسبوع شارع العرب. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.